نجاوب على شوية أسئلة. ناس بيسألوا هل الأربعاء القادم يوم أول الشهر يكون فيه عزة، وهل الأربعاء 8 في الشهر؟ ممكن يوم أول يناير يكون فيه عزة، الناس بيسهروا بالليل لكن من الصبح فاضيين، فجايز يسهروا بالليل ويناموا الصبح زي ما هم عايزين ويجوا بعد الظهر عندنا، دي ممكن. يوم 8 يناير ما أظنش جايز يكون فيه، يعني العيد ومشاوير وحاجات زي ده، فنعتذر عن يوم 8. واحد بيقول أحب الصلاة الأجبية ولكن لا أصلي بها، ولكن أحب الصلاة الفردية بالدموع. ما فيش مانع أنك تجمع النوعين، الصلاة المحفوظة وأيضا الصلاة اللي من قلبك، الصلاة الفردية اللي بتقولها، يعني هذه لا تمنع تلك. كلم ربنا زي ما أنت عايز، باشتياقاتك الخاصة، بمشاعرك، بعواطفك، وأيضا المزامير ليها فوائدها الكثيرة، وأنا اتكلمت كتير عن فوائد الصلاة بالأجبية، وأرجو أطلع لكم كتاب عن هذا الموضوع. واحد بيقول بينسب عبارة للقديس أغسطينوس، أعتقد أن مش ممكن يكون القديس أغسطينوس قال الكلام ده. بيقول المباركة هي خطية آدم التي جلبت لجنسنا كل هذا الخير وكل هذه البركات. عايز أقول حاجة، أن ربنا يستطيع أن يحول الشر إلى خير، لكن لا نقول مبارك هو الشر، مش ممكن لاهوتيا، تعبير مش مظبوط. جايز أغسطينوس قال ان في فوائد حصلنا عليها، لكن ما يقولش مباركة هي الخطية، مستحيل. في ناس ياما بينسبوا كلام للقديسين والقديسين ابرياء منه، زي ما بقول ربنا يقدر يحول الشر الى خير. يعني جايز واحد مثلا يتظلم في وظيفة ويترفد منها، وربنا يهيئ له وظيفة أحسن من الأولى بمراحل، يقول مبارك هو الظلم اللي وصلني لكده؟ لا، الظلم مش مبارك، لكن كون إن ربنا حول الشر إلى خير هي دي البركة. يعني مثلا يوسف الصديق ظلمه إخوته، وظلمته تلك المرأة الخاطئة التي ادعت عليه ظلما، وسجن، وربنا حول هذا الشر إلى خير، فإذا بيوسف الصديق صار الثاني في مصر بعد فرعون. هل نقول مبارك هو ظلم إخوته ليه، ومبارك هو ادعاء المرأة الخاطئة عليه؟ ما نقدرش نقول الكلام ده. ربنا حول الشر إلى خير، ولكن يبقى الشر شرا، لا نقول إنه مبارك. نقدر نقول المباركة هي النتائج التي أرادها الله، أو تدخل يد الله لكي يغير، لكن مبارك الخطية ده كلام لا يقبل عقل ولا ضمير. ما تاخدش اي كلمة واحدة يقولها لك القديسين قالوا كده تقول ايوة قالوا القديسين. يا ما ناس بيجيبوا كلام وينسبوه للقديسين ويكون كلام مش مظبوط. واحد بيقول لماذا بدأ السيد المسيح خدمته في سن 30 ولم يبدأ قبل ذلك، على الرغم انه القائل ان الحصاد كثير والفعل قليلون؟ كان في الشريعة اليهودية لا يبدأ أحد بالخدمة قبل 30، الخدمة الكنسية يعني، أو الخدمة الرعوية.
وفعلا يوحنا المعمدان لم يبدأ إلا في 30، والسيد المسيح أراد أنه يمشي مظبوط لكي لا يوجه إليه نقد من أحد أنه خالف الشريعة أو خالف الناموس، فبدأ في 30. أما كون أن الحصاد كثير والفعل قليلون، الحكاية ما تنطبقش على السيد المسيح أبدا، لأن ممكن عظة واحدة بالنسبة له تجيب اللي يقدر يجيبه غيره في 100 سنة ولا 200 ولا 1000، على رأي المثل ضربة المعلم ب1000. فما يهمش أنه يبدأ 30 أو قبل 30، ده يوم واحد يقدر يعمله اللي يعمله غيره في 30 وأكتر، فما تقولش الهم يعني. التأثير هو هو، مش المهم عدد أيام الخدمة، إنما المهم هو عمق الخدمة. ليس المهم هو عدد أيام الخدمة، إنما عمق الخدمة. عظة واحدة قيلت في يوم البنتكوستي جابت عدد مش ممكن واحد يجيبه في سنوات. عمق الخدمة، عمق الروح، عمق التأثير، عمق الكلمة، ده المهم، مش السنوات الكتيرة. لا، طب يوحنا المعمدان كل خدمته كانت حوالي ما بين 6 أشهر وسنة، قول بالكتير سنة، لكن كان لها العمق والتأثير، مش مسائل كثرة الأيام. واحد بيقول منذ 15 سنة وأنا أوعد ربنا بالتوبة ولما أبدأ لا أستمر. ده أنت بالك طويل. 15 سنة وتوعد ربنا؟ نرجو هذه السنة 16 تكون يعني مباركة عليك يعني. اللي حاصل ان توبتك ليست حقيقية. في ناس يفتكروا التوبة انه يندم على ما فات ويعترف بخطيته ويبدأ حياة جديدة. التوبة الحقيقية انه لا يعود مرة اخرى الى ما فعله. يعني زي ما واحد يقول توبت يعني حرمت، يعني ما عدتش، يعني دي اخر مرة. لكن تتوب وترجع، تتوب وترجع، دي نسميها محاولات للتوبة أو رغبة في التوبة، لكن لا نسميها توبة. خد الحكاية بجد وابحث ايه الأسباب اللي بتجيلك منها الخطية وسد هذه الأسباب، ولا تكتفي فقط بالجهاد السلبي ضد الخطية، إنما يجب بالأكثر إن محبة ربنا تخش قلبك. لما محبة ربنا تخش قلبك تحرق كل شهوة للخطية، لكن تبطل الخطية وجواك مفيش محبة لربنا، مفيش محبة للخير، تبقى عايش في صراع وما نضمنش الصراع ده ينتهي على ايه. لازم محبة ربنا تخش قلبك، لازم تغير ذهنك ومشاعرك من جوه، وفي نفس الوقت تبتعد عن أسباب الخطية من بره. واحد بيقول بالنسبة لتطبيق قانون الأحوال الشخصية، يوجد بعض الأبروشيات في الوجه القبلي بتقول يجب على الخطيبين أن يقوموا بالكشف الطبي أكثر من 3 كشوفات، وقد طبقت هذه الإبارشيات بأن يكون قبل الزواج بأسبوع، وإنما جاء في العدد السابق من الكرازة بأن يكون قبل الخطوبة، برجاء من قداستكم توضيح ذلك. هو مش قانون أحوال شخصية، دي الإجراءات اللي بتاخدها الكنيسة. هو حكاية الكشف الطبي اللي بنقترحه قبل الخطوبة، هو طبعا قبل الخطوبة أحسن من قبل الزواج، عشان لو كان الزواج ما ينفعش يبقى ما فيش داعي للخطوبة وفك الخطوبة، فيبقى قبل الخطوبة هو الوضع السليم.
بنحاول يكون الكشف للأسباب الآتية. أول سبب ما يكونش عند أحد الزوجين عقم يمنع الإنجاب وجايز كل واحد عايز يكون له عيال. نمرة اتنين ما يكونش فيه سبب جنسي يمنع الحياة الزوجية، يعني لا يكون الرجل عنينا، لا يكون عاجز جنسيا، لا يكون في المرأة عيب يمنع الحياة الزوجية، يعني بعض حاجات كده. كمان لا يكون هناك مرض معدي يضيع واحد من الاثنين، في أمراض معدية ممكن تضيع حد من الاثنين. ولا يرجى زوالها مثلا، في حاجات تانية عقلية الرجل، جايز واحدة تتجوز وتقول بعد ما اتجوزته طلع مجنون، لا بيحصل كده صحيح، وتطلب بطلان الزواج بسبب الجنون. لازم يكون هذا الأمر واضح قبل الزواج. من جهة الأمراض، من جهة الموانع، حاجات من نوع ده. وياما بيحصل بطلان زواج لأسباب كان يمكن تفاديها لو في كشف. الكشف بننصح بيه لكن لا نستطيع أن نرغم الناس عليه، احنا بننصح بيه مجرد نصيحة. واحد بيقول، المثل بيقول ابن الطاعة تحل عليه البركة، وكثيرا ما أطعت أب اعترافي وكل محاولة أطيع فيها تفشل. تفشل المحاولة في الطاعة ولا تفشل أنت بعد الطاعة؟ شوف ايه، عايز اقول لكم كلمة كويسة في حكاية الطاعة دي. طبعا الطاعة امر معروف في الكتاب وفي قوانين الكنيسة، ولكن اللي عايز اقوله ان الطاعة اولا لله ثم بعد ذلك للاباء الجزدانيين والروحيين، لكن الطاعة أولا لله، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. فبالنسبة لأب اعترافك، إذا وجه إليك توجيها أو أمرا، إن كان يوافق ضميرك أنت ملتزم بطاعته، إن ما كانش يوافق ضميرك كلمه بصراحة كاملة وقول له يا ابونا أنا الأمر ده ضميري مش موافق عليه، وأنت لست ملزما أمام الله بطاعة ما يخالف ضميرك أو ما يخالف وصايا الله. زي ما بيقولوا في البستان، إن أمرت بما يخالف كلام الله فقل الطاعة لله أولى. بس بحيث تكون أنت فاهم، لأن جايز واحد عقله على قده وفكر إن ده غلط وهو صح، عشان كده بقول يقول لأب اعترافه، أب اعترافه يقنعه، لأن الكتاب أيضا بيقول على فكرك لا تعتمد، لأن أحيانا يكون فكر الإنسان غلط، يكون رأيه غلط. فناقش أب اعترافك، ما فيش مانع. واحد بيسأل في الآية بتاعت ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا، أنا جاوبت عليها الأستاذ توفيق الحكيم مرة ونشر في الأهرام، يا ريت ترجعوا للرد ده، إن ما كانش موجود أبقى أرجع وأنشره في الكرازة مرة أخرى.
واحد بيقول هل الإنسان الذي لم يتمتع بشكل جميل بعد القيامة سوف يتغير معالم شكله إلى الأجمل؟ آه طبعا. يعني في القيامة لا يقوم الناس بوجوه مشوهة أو منفرة، لكن ربنا هيصلح بحيث الوجه يبقى جميل، وإلا هيطفش الناس اللي في السماء والحكاية ما تنفعش. دايما لما الإنسان بيقوم في القيامة يقوم بجسد ممجد، والجسد الممجد لا تكون فيه عيوب. في القيامة جسده ما يكونش فيه عيب، حتى اللي جسده مشوه في الأرض يقوم بجسد سليم. يعني واحد أعرج على الأرض يعرج لنا في السماء؟ مش معقول. أو واحد مثلا فقد بصره على الأرض يطلع السماء مش شايف حاجة؟ مش معقول. ولا يقول هذا ما لم تبصره عين ولم يخطر على قلب بشر؟ لازم ربنا لما عشان الناس يقوموا في القيامة بأجساد ممجدة، طبعا نفس الأجساد لكن تاخد نوع من التجلي، ويصلح كل ما فيها ويعود كل ما فيها من خطأ إلى حالته الطبيعية، يتصلح كل واحد يكون بيثأثأ مثلا يطلع في السماء يثأثأ لهم مش معقول. لازم كله يتصلح، مش بس الشكل والعقل والنطق، مش بس الشكل والعقل والنطق وكله، عشان يبقى ليه بيسموه النعيم الأبدي؟ مش بنقول عليه النعيم الأبدي وبنقول فردوس النعيم؟ فالنعيم يعني يكون متنعم، ولا يمكن ان الانسان يتنعم في الأبدية وفيه نقص، لازم النقص يتصلح. اللي شكلهم مش عاجبهم ما يخافوش، يعني ان شاء الله. واحد بعت لي يقول لي نرجو تحديد ميعاد لمقابلة شعب كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالشادر. ما اعرفش يعني ايه الشادر دي، وعندنا حتى في الشادر شادر السمك دير ملك في زوحم اسمه الشادر. حاضر. طب يا اخ فسرها لي. واحد بيقول اذا طلقتنا بيقول حدث خلاف بينه وبين زوجته حيث وصل للطلاق، وبحل من المجلس اكريكو من المحكمة، وكان ذلك بسبب علة الزنا للزوجة، فهل يجوز لي الان ان اتزوج مرة اخرى؟ العنصر البريء له الحق ان يتزوج، العنصر البريء. العنصر المخطئ ملهوش حق، لكن العنصر البريء ممكن. في سؤال تاني بيقول ان كان الكتاب يقول لا طلاق الا لعلة الزنا، وضبط الزنا نادرا ما يحدث، فكيف يمكن تنفيذ هذا الشرط؟ انا على ما اظن كتبت على دي في حاجة اسمها الزنا الحكمي، يعني ما هو في حكم الزنا، يعني يضبط جوابات، تسجيلات صوتية، صور، حاجات تثبت حاجات زي كده، هروب الزوجة مع رجل غريب، بياتها بره البيت مع راجل ما فيش صلة بينهم وبين العيلة ولا من المحرمات ولا غيره، يعني في حاجات تدل على هذا الأمر، مش ضروري ضبطه في ذات الفعل. يعني
واحد بيقول بالنسبة عن فشل العديد من الزيجات نتيجة عدم التوافق إلى آخره، وبيقول لماذا أسقفية الخدمات لا تلقي بيانات عن طالب الارتباط بمحاولة التوفيق بينهم على أساس ديني ونفسي إلى آخره. هو في حاجة كويسة ودعت إليها الأسقفية وعملت فيها محاضرات، اللي هي التوعية الأسرية، التوعية الأسرية، وأرجو أن ينتشر مبدأ التوعية الأسرية في كل مكان. التوعية الأسرية دي تحتاج إلى توعية قبل الزواج وتوعية بعد الزواج. توعية قبل الزواج علشان نواحي التوفيق بين الخطيبين أو نوع المعاملة أثناء فترة الخطوبة، والتوعية الزوجية يعني شابين بيتجوزوا ودي أول مرة ليهم وما يعرفوش إيه طبيعة الحياة الزوجية وإيه طبيعة التعامل بين الرجل والمرأة وإيه نفسية الراجل وإيه نفسية المرأة وإيه حل المشاكل والحاجات دي، فتحتاج للتوعية عشان ما يخشوش على عالم مجهول ما يعرفوهوش ويفشلوا. فإحنا عايزين الناس يكونوا على علم بهذه الحياة الجديدة، وكمان لكي لا يأخذوا المعلومات من طرف مخطئ ولا يأخذوا النصيحة من أي إنسان نصيحته تضيع أو نصيحة غير روحية أو نصيحة تزود المشاكل أكتر من الأول. فعايزة توعية، توعية نفسية وتوعية جسدية وتوعية روحية، توعية من كل ناحية. وأيضا الآباء الكهنة مفروض يفتقدوا المتجوزين جداد حكاية التوعية الأسرية. نرجو برضو إن إحنا نعمل لها برنامج وتلقى فيه محاضرات للمقبلين على الزواج والخطيبين والمتزوجين حديثا والمتزوجين قديما وحياتهم عكننا، يعني كله يعني. وتوعية أيضا من خداع بعض المحامين. هقول لكم يعني خداع بعض المحامين. يعني واحدة تكون تعبانة من زوجها يجي لها محامي يقول لها تحب أخلصك منه، ليها عشرات الطرق ويديها النصيحة اللي تخرب بيتها. صحيح تنجح القضية لكن تفشل الحياة، تنجح القضية لكن ايه تفشل الحياة. هو عارف ايه الحاجات اللي موجودة في القانون اللي يقدر يطلقها بيها لكن هيطلقها ويضيعها. فاحنا عايزين التوعية ايضا. انا مرة فكرت برضو وعملت دي بالنسبة للإسكندرية وجمعت المحامين الموجودين هناك وديت لهم بعض محاضرات في قانون الأحوال الشخصية وفي الأوضاع السليمة وفي تفادي الأخطاء، وإن ما يجيش واحد عشان ينجح القضية يضيع اللي قصاده إلى آخر. برضو عايزة حاجات للمحامين برضو. واحد بعت سؤال عن العثرة، العثرة ما معنى العثرة وهل أمتنع عن أي أمر ولو صح لكي لا أعثر غيري طبقا للآية التي تقول إن كان أكل لحم يعثر أخي لا أكل لحم طول حياتي. العثرة كلمة عثرة يعني سقطة، يعثر غيره يعني يتسبب في سقوط غيره.
إما يتسبب في سقوطه في الخطية أو يتسبب في سقوطه بالفكر، إن يتشكك يدين غيره، حاجات زي دي. فأنا عايز أقول لك إن حكاية العثرة في حقيقتها هي كل عمل خاطئ تعمله يسبب عثرة لغيرك. لكن افرض انت ماشي صح وغيرك بيعثر لان عقله افكاره مش مظبوطة، او هو نفسه عنده شكوك، او سماع وودني ويسمع اي كلمة، او يظن السوء، او بيدور لك على غلطة، او يعثر بيك لانه ما بيحبكش، اي سبب. نحن غير مسؤولين عن هذا النوع. ده حتى المسيح نفسه اعثروا فيه وقالوا عليه ضال ومضل، المسيح نفسه. يعني مثلا لما شاف الرجل المولود اعمى واعطى له البصر، قابله المولود اعمى بعد ما ابصر وقال له، ما قالوا له ما تعرفش ان اللي شفاك ده راجل خاطي، خاطي عشان كسر السبت في مفهوم اليهود. بينما المسيح قال لهم ممكن عمل الخير في السبوت، لكن هم كانوا فاكرين ان السبت ده لا عمل فيه على الاطلاق، حتى لو شاف واحد تعتبر خطيئة بيعثروا، لان هم نفسهم فهمهم خاطئ، هم نفسهم فهمهم خاطئ. لكن انت ما تعملش اي عمل خير خايف لا يعثر الناس، ويهمك ايه كلام الناس؟ ده بولس الرسول بيتكلم عن خدمته بيقول بمجد وهوان بصيت حسن وصيت رديء. يا ما طلعوا عليه حتى صيت رديء، الناس كلامهم ما ينتهيش. انت تمشي صح حسب ضميرك ولا تعمل خطأ يعثر الناس، لكن اذا اعثروا هم بلا سبب، ده على رأي داود النبي لما قال اكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، اكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، هم بيعثروا فيه وبلا سبب. فانت امشي صح وما يهمكش كلام الناس. اخر سؤال في هذا المساء، واحد بيقول هل من المقبول ان تكون هناك دائرة معارف قبطية متوفرة في امريكا وليست متوفرة في مصر، خصوصا ونحن نرى في مكتبة الكركية مزدحمة بالمراجع الكبيرة والقديمة والنادرة التي تخص الى اخره، ولا نستطيع. ممكن نجيب لكم ان شاء الله نسخة من دائرة المعارف القبطية في كلية الكليركية، وممكن في معهد دراسات، وممكن في الأديرة. هو بس كل ما في الحكاية ان طلعوا دائرة المعارف دي على ما اظن تمنها ازيد من 800 دولار او حاجة او 900، ف 800 دولار والدولار ب 350 قرش تقريبا، يعني ازيد من 2500. فنتيجة الثمن الكبير البعض ما اشتراش، لكن من حق الكلية الإكليركية ان يكون فيها نسخة من دائرة المعارف القبطية، وكذلك المعاهد المتخصصة، وكذلك معهد دراسات قبطية، ومن حق الأديرة أيضا. إن شاء الله نجيب 10 نسخ كده ولا حاجة ونوزعها على المعاهد الكبيرة في الكنيسة. نكتفي بكده علشان نستعد للمحاضرة. أكلم
هنعلمكم النهاردة إن شاء الله عن الخطية بمناسبة قرب رأس السنة، وكل واحد فيكم هيفكر في خطاياه ويحاول يتخلص. الإنسان علشان يتوب، الإنسان علشان يتوب ويبدأ حياة جديدة وسنة مبروكة، لازم يشعر إن الخطية خاطئة جدا وإنها غير لائقة ولا تليق به كإنسان ولا تليق بحياته الروحية. لازم يعرف كده، لازم يعرف إن الخطية ليست مجرد عصيان لله وتمرد على الله وثورة على الله، إنما الخطية هي بالأكثر انفصال عن الله، واحد بيعلن انفصاله عن ربنا. لأن الكتاب بيقول أي شركة للنور مع الظلمة مش ممكن، الشر ما يكونش ليه شركة مع الخير. كأن الإنسان اللي بيخطئ بيطرد روح الله من قلبه، بيعلن أنه انفصل عن ربنا. دي أهم حاجة بالنسبة للخطية، بيحزن الروح، بيطفئ الروح، بيضيع قيمته كإنسان. يعني الإنسان كإنسان مظبوط في حالة الخطية بيفقد إنسانيته، في حالة الخطية بيفقد إنسانيته. ربنا ما خلقناش على هذه الصورة، احنا في حالة الخطية بنشوه الصورة الجميلة التي خلقنا الله عليها. الإنسان في حالة الخطية بيطفئ ضميره، بيشوه ضميره، بيجعل ضميره يقبل ما لا يقبل، بيوسع ضميره لقبول أخطاء لا تجوز. بل أحيانا الإنسان في حالة الخطية يحاول يخلي ضميره يمشي معاه في السك، يبرر له ما لا يمكن تبريره، أو يحاول أن يسكت هذا الضمير، والمشكلة أنه يتعود إسكاته وضميره يذل أمامه ويشعر أنه مش قادر يتكلم. من إن ما يتكلم يقول له بس مالكش دخل، يذكر. والمشكلة في الخطية أيضا أنها لا تقتصر على وقتها، إنما جايز تتطور إلى التعود. كل ما الإنسان يستمر في الخطية تصبح عادة بالنسبة له، وجايز تصبح طبعا فيه، طبيعة فيه، يبقى ضيع روح. بل إن الخطية بيكون ليها نتائجها على الجسد والنفس والروح. على الجسد، كل ما الإنسان بيخطئ شكله حتى بيتغير، شكله بيتغير. يعني مثلا إنسان في حالة الوداعة كنت تلاقي وجهه بشوش مبتسم شكله حلو، لما ياخدوا له صورة حتى تطلع صورة مقبولة، ما يتعبش المصور في تحميضها ولا ما تطلعش نيجاتيف بس. يعني لما الإنسان بيخطئ شكله حتى بيتغير، يقول لك وشه بقى عليه غضب ربنا، الخطية بتغير ملامحه، تبص تلاقي بقى كشري، بقى منظر وحش، الخطية باينة في عينيه، باينة في صوته، باينة في كلامه، مش هو ده بتاع زمان، شكله اتغير كده.
بتغير الشكل وبتغير النفس، تلاقي نفسيته تبقى مش زي الأول، وتغير روحه، لأن ممكن الروح تفسد والجسد يفسد والنفس تفسد ويضيع الإنسان خالص. والخطية أيضا لها تأثيرها على الغير مش على الشخص نفسه. الخطية الكتاب سماها ضلال، سماها سقوط، سماها موت، حالة موت، الابن هذا كان ميتا فعاش، وسماها فساد للطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية بتفسد في حالة الخطية. والخطية أيضا ضياع للأبدية، ضياع لحياته الأبدية ومستقبله الأبدي، وباستمرار توجد الضمير في حالة قلق وتعب وانزعاج، ويقول لو قابلت ربنا دلوقتي اروح فين؟ ابقى ضايع. الانسان البار لما بيموت بيموت وهو مستريح للقاء الله، اما الشخص اللي ماشي في الخطية تقف امامه الآية التي تقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. دي أول نقطة عايز أقولها بالنسبة للخطية. إحنا داخلين على سنة جديدة لازم نبتديها بحياة جديدة، حياة ما فيهاش خطية. ياريت كل واحد دلوقتي يفكر ما هي خطاياه وإزاي إنها لا تستمر عنده. إحنا في كم في شهر 25؟ قصدكم 6 أيام تفكروا فيها في خطاياكم، عشان لما تيجوا تبتدوا سنة جديدة تبتدوها سنة نظيفة طاهرة مباركة مقدسة بلا خطية. يعني واحد يقول بقى لي كام سنة في الخطية هكمل، يحاول يخلي السنة الجديدة سنة كويسة. أسوأ ما في الخطية، أنا قلت لكم حاجات كتير، أسوأ ما في الخطية النقطة الجاية اللي هقولها لكم، أسوأ ما في الخطية إن الإنسان يظن إن الخطية شطارة أو بر، لأن الإنسان لما يظن إن الخطية شطارة مش هيتوب عنها. إحنا بنتوب عن الخطية اللي بتتعب ضميرنا، لكن الخطية اللي الواحد يفتخر بيها يفتخر بيها ويظن انه عمل شيئا حسنا ويبقى معجب بنفسه كثيرا بارتكاب الخطيه دي مش ممكن ابدا هيتوب عنها. زي ما قال الكتاب فخرهم في خزيهم، فخرهم في خزيهم. الناس اللي فخرهم في خزيهم دول هيتوبوا ازاي؟ ما هم مبسوطين. تقول له في حد بالشكل ده؟ أنا هضرب لك شوية أمثلة. واحد يقول مثلا فكرك الضرائب بتقدر تاخد مني حاجة؟ ده أنا بوضبها وبسبكها في الحسابات بحيث ما يقدروش ياخدوا مني ولا عشر اللي عايزينه، ويفتكروا إنه ضحك على الحكومة ويفتخر به. كثيرون يفعلون هذا، يقول لك ياخدوا مني كل الفلوس دي، ده مش معقول، وانا هديهم فرصه. طب يتفرجوا ويسبك العمليه سبكه بحيث ما يديش الضرائب حاجه. او الجمارك، يقول لك انا قدرت اخرج الجهاز ده من الجمارك ولا حد عرف ولا حد در، عرفت اوضبك معاك راجل. هو ده راجل ولا راجل بيسرق فلوس الدوله؟ ما هو اللي بيخدع الجمارك بيسرق فلوس الدولة، واللي بيخدع الضرائب بيسرق فلوس الدولة. وخطية سرقة وهو بيفكرها شطارة، شطارة ومهارة وذكاء وحسن التصرف ويقدر يسبق الأمور، خطية بيفتخر به. أو الإنسان اللي ياخد أجازة بشهادة مرضية مزورة، اهو
اسمه سرق هذه الأيام وسرق مرتبها من الدولة لأنه قدم شهادة مرضية مزورة، ويلاقي طبيب أو يقول أصيب بمغص كلوي مفاجئ، والمغص الكلوي ممكن يكشفه عليه تاني يوم ما يبقاش فيه مغص، لكن هو اللي حصل في ساعتها كان فيه مغص. حد يقدر يكشف يقول امبارح كان فيه مغص ولا مفيش؟ ده مغص مراري بأي حاجة، يطلع له مرض يجيب له 3 4 أيام، يبقى 3 4 أيام سرقهم وسرق فلوسهم وفاكر انه شطارة، فاكر انها ايه شطارة ويفتخر بيه. وهكذا اللي يحصل على بدل سفرية غلط وبدون حق في السفرية، واللي بيكتب بيانات وحاجات ويسبكها ويقول أوراقي سليمة 100% يكشفوا عليها مظبوط، لكن أمام الضمير مفيش. في ناس يفتكروا أن الخطية نوع من الشطارة أو يسموها نوع من الفهلوة، ما عرفش الترجم عربيا بكلمة عربية فصيحة إيه، لكن يفتكروها كده، يعني شخص ذكي يعرف يسبك الايه الموضوع، يعرف يتحايل، يعرف يدبر اموره، يلجأ الى طرق بشرية او الى طرق شيطانية ويوضب اموره تمام ومحدش يقدر يمسكها عليه. وياما في ناس بيرتكبوا خطايا، بلاش خطايا، ده بيرتكبوا جرائم ومعروف، والبوليس يمسكهم ويروحوا المحكمة والمحكمة تبرئ تقول عدم ثبوت الأدلة، مفيش دليل، ويخرج يقول ها حد يقدر ويعملها تاني، مفيش، ما دام عدم ثبوت أدلة يقدر يرتكب الجريمة أو يرتكب الخطية ويخرج دون أن يترك دليلا ماديا يشهد عليه، ويظن أن هذه شطارة وذكاء وحسن حيلة وخبرة وحكمة في الشر، ويفتخر بكده ويفتخر بكده. يقول لك طيب أنا عملت وعملت وعملت، قدر حد يمسك علي حاجة؟ قدر حد بكل المحاكم اللي عندكم دي قدر حد يحكم علي؟ فيش، أخرج منها زي الشعرة من العجين. ويظن أن خروج الشعرة من العجينة نوع من الذكاء من الحكمة مما يفتخر به، زي اللي يكسب في قمار بيفتخر به، زي اللي يقدر يغوي فتاة يفتخر أنه شاب له تأثير واللي فشل فيه غيره من الشباب هو اللي قدر ينجح، ويفتكر انها نجاح، هو طبعا دي فشل روحي لكن يظن ان هذا نجاح. الانسان الذي يريد ان يحيا حياة طيبة لا يكفي فقط انه لا يخطئ أو يبدأ حياة توبة، إنما يحاول بقدر ما يستطيع أن يصلح أخطاء الماضي. يعني افرض أنت أتلفت لشخص شيئا، تقول خلاص يا رب من أول دلوقتي ما عدت أتلف، ولا ما أتلفت تصلحه أو تعوض عنه على قدر ما تستطيع. فإذا كان كل خطية مفروض إن احنا نصلحها، نصلح نتائجها أو نعوض عن الخسائر والتلفيات اللي سببناها، يبقى التوبة الجديدة لا تمنع إن أمامنا رصيد كبير في الماضي لازم نصلحه، رصيد كبير في الماضي لازم نصلحه. افرض مثلا انت شوهت
فكر إنسان من جهة آخر. قلت له فلان ده جنس ونعته وجنس ونعته وانا عارفه كويس وعمل وسوى وعمل وسوى، ولخبطت مخه من جهته. وجيت قلت يا رب انا هتوب وما عدتش امسك في سيرة الناس ولا اشوه سمعة الناس، لكن اللي شوهته قبل كده تسيبه مشوه، واللي شهرت به قبل كده تسيبه مشهر به، واللي ضيعت سمعته تسيب سمعته ضيعة، ولا تقول المستقبل السليم يضيع الماضي الأثيم؟ لا، ده لازم تصلح، لازم تصلح. فأنتوا تجلسوا قبل نهاية السنة مع أنفسكم تفكروا كيف لا تخطئون في المستقبل، وتفكروا على قدر إمكانكم تصلحوا أخطاء الماضي. طبعا في حاجات مش في إيديكم. واحد يقول أنا أهملت في دراستي وضيعت سنة من عمري، هترجعها إزاي؟ ضاعت ضاعت. يعني في حاجات مش هتقدر تصلحها. واحد سواق خبط واحد كسر رجله، هيرجع له رجله ازاي بعد ما اتكسرت واتبطرت؟ مش هيقدر. لكن على الاقل يحاول ان يعوضه بقدر ما يستطيع. ساعات بنهرب من الماضي اذا طاردنا الماضي لانه بيتعب نفسيتنا، لكن اذا استطعت تصلح النتائج نفسيتك تبقى كويسه. نفسيتك بتتعب من اخطاء الماضي لان لسه نتائجها قاعده، لكن اذا صلحت النتائج مش هتتعب نفسيتك ابدا. علشان تفكر ازاي تصلح كل شيء، في نوع من الخطايا اللي نسميها الخطايا المركبة. الخطايا ايه؟ المركبة. يعني كل خطية تكون جملة خطايا داخلة في قلب بعضيها. فالخطية في الحقيقة ساعات بتكون خطية ضد الله، وخطية ضد نفسك، وخطية ضد الناس. وكل خطية عموما هي ضد الله وضد نفسك. كل خطية عموما هي ضد الله وضد نفسك، بس في خطايا ضد الله وضد نفسك وضد الناس، وفي خطايا بس ضد الله وضد نفسك. ناخد بعض أمثلة ونشوف إيه الخطايا اللي تكون خطايا مركبة. مثلا خذ مثلا خطية الكذب. كل واحد يفتكر خطية الكذب أهي خطية واحدة اسمها الكذب، لكن عمر خطية الكذب ما بتكون خطية واحدة. مستحيل مستحيل. طبعا اول حاجة في خطية الكذب انك بتخدع اخرين وبتتكلم ضد الحق. وتاني حاجة ان لابد ان خطية الكذب بتتعلق بخطية اخرى، اما تغطي بيها خطية سابقة، وإما تحاول أن تصل بها إلى خطية فيما بعد. يعني واحد غلط غلطة بيغطيها بكذبة يبقى دي خطية سابقة، وفي واحد بيكذب كذبة عشان يحصل على شيء مش من حقه فيبقى دي توصله لخطية لاحقة. لكن لابد الخطية الكذب تكون متعلقة بخطية أخرى. ما فيش واحد بيكذب لمجرد الكذب، يعني
إلا لو كان بيكذب عشان يتريق على الناس، يبقى برضو متعلقة بخطية اسمها التريق على الناس، زي اللي يقول لك بكذب كذبة أبريل، يعني أبريل لازم يكون في كذب، أو بحذر مع فلان فيكذب عليه. طب ممكن الهزار يكون بريء، مش ضروري في كذب. الخطية أيضا بتسبب نتائج، خطية الكذب بتسبب نتائج. جايز أنت كذبت على واحد كذبة، نتيجة الكذبة دي اتصرف تصرفات وقع فيها في مشاكل. جايز كذبت على واحد وقلت له فلان قال عليك وقال عليك وهو ما قالش واختلف مع فلان ووقعته في خطية وفي نتيجة سيئة نتيجة كذبة. هو الكذب ما بيجيبش نتائج أخرى؟ ولا بس امام ضميرك انا كذبت، كذبت عشان ايه؟ والكذبه دي توصلك لحد فين؟ الكذبه في حد ذاتها خطيه، وكذبت عشان ايه؟ طبعا عشان خطيه اخرى بتغطيها، والكذبه نتائجها على غيرك ايه؟ برضو دي حاجه تانيه. كمان الكذبه دي بتسبب عدم ثقه الناس بيك، لأن الإنسان الكذاب لا يثق به أحد، يقول لك ده فلان ده ما كلامه ده ما صدقوش أبدا، لا يثق به. فتبقى وصلت إلى نقطة أخرى من نتائج الكذب، وجايز أعثرت غيرك ووقعته في شكوك وأصبح يشك في كل حاجة فيك بعد كده. كون أنه يشك في كل حاجة فيك بعد كده هو بيخطئ بسبب كذبتك، ومع ذلك الواحد يقول كذبت بس كذبت بس. ده نفس نوع الكذبة وحجم الكذبة جايز يجيب يفكر بخطايا أكبر. طب هو الشيطان ما كذب على آدم وحواء كذبة وضيع البشرية، شوف النتيجة قد إيه، يقول كذبت، قال لهم لن تموت بل الله أعلم أنكم يوم تأكلون من الشجرة تصيران مصلح كذب، لكن شوفوا الكذبة وصلت لحد فين. الكذبة اللي كذبت بها امرأة فوتيفار، شوف عملت ايه في يوسف الصديق، ما هو لازم نشوف ايه النتائج. وبقدر ما تزداد النتائج خطورة بقدر ما تكون الكذبة لها خطورة. لكن واحد يقول بس كذبت، كذبت دي ايه؟ تخففها كده. خطايا مركبة، خطايا مركبة، وجايز تكون الكذبة نفسها سلسلة من الأكاذيب ملفوفة في بعضها. وجايز الإنسان في كذبه يتعود الكذب، لأن ما دام وجد إنه يوصل للنتيجة يبقى يتعوده. خدوا مثلا خطية زي خطية الزنا مثلا، اهي واحد يقول انه زنا، جملة خطايا هي خطية منهم شهوة للجسد، وشهوة الجسد خطية، وطبعا في نفس الوقت دناسة الفكر وتدنيس الفكر خطية، وربما تكون أيضا خطية للحواس، خطية بالنظر باللمس بأي حاجة، فخطية للحواس ودي خطية أخرى. يبقى خطية في الفكر، خطية في الحواس، خطية في القلب، شهوة في القلب من جوه، خطية للجسد، كل دي خطايا. خطية بالنسبة للآخرين، لأن الواحد بيذنبي بينجس إنسانا آخر، فيبقى أخطأ إلى نفسه وأخطأ إلى الإنسان الآخر وأخطأ إلى الله، لأنه خالف وصايا ربنا وطرد روح ربنا من قلبه. وجايز خطايا تكون زنا باللسان مثلا، زي الحكايات الوحشة والنكت الوحشة
والألفاظ الإغراء الوحشة يعني كلها ما هي لسانه ابتدى يمر برضو في الحاجات. وجايز تكون الوسائل اللي وصل ليها وصل بيها إلى الخطية نفس الوسائل خطية. ويا ما ناس بيوصلوا خطية بطرق من الخداع ومن الكذب ومن التحايل، ما هو وسائل خطية. وجايز الوسائل اللي بيغطي بها الخطية هي أيضا خطية، فخطية في الوسائل وخطية في التغطية وخطية في الفكر وخطية في الحس وخطية في القلب وخطية في الجسد وخطية إلى الآخرين وخطية إلى الله. وربما النتائج، جايز إنسان أخطأ إلى فتاة فحملت منه، هذه خطية أخرى، وربما لكي تداري الحمل وصلت إلى إجهاض فقتلت نفس، فهذه خطية أخرى، مع سلسلة من الخداع لا تنتهي. وجايز يتحول الأمر إلى عادة وإلى سيطرة. الله. وبعدين يجي الإنسان مجرد كلمة بسيطة إنها اسمها زنا. خطية مركبة، مجموعة خطايا مندمجة في بعضها البعض بخطية مركبة كده، خطية كبيرة، مجموعة خطايا متفاعلة. احترسوا من الخطايا المركبة اللي توصل إلى نتائج كثيرة وتحمل تفاصيل عديدة جدا. خدوا مثلا خطية السرقة مثلا، واحد يقول له احنا مجرمين، ما عمرنا ما وقعنا في سرقة. طب ما انا قلت لكم في حاجات سرقة كتير، زي اللي بيسرق الجمارك واللي بيسأل الضرائب واللي بيغير الأسعار واللي بيحتكر السوق، ما كلها سرقة. واللي يشغل ناس عنده بسمة بأجرة مبخوسة ضعيفة برضو بيسرق حقه. واللي بيتحايل في الإيجار يرفعه أو يخفضه، ما هي سرقة من حقوق الناس. انتوا فكركم السرقة يعني لما تيجي سرقة تكشف وجهها كده بلا خجل؟ لا أبدا. ده السرقة في كثير من الأحيان تكون خطية خجولة جدا، تتغطى بكذا غطاء وتنتحل كذا اسم وتعمل كذا مكياج وتبدو في غير صورته، لأن ما تحبش تبدل بها السرقة أبدا. ويمكن الذين يظهرون للناس أنهم شرفاء ساعات بيكونوا أكثر سرقة من الإنسان الغلبان اللي بيسرق سرقة واضحة يعني. زي مثلا واحد من الأدباء قال إيه؟ قال في بعض الأحيان لا يكون القتيل بريئا من جريمة القتل ولا المسروق بريئا من جريمة السرقة. إزاي؟ واحدة تمشي في السكة ودراعها كده محطوط فيه 7-8 غوشات، ودراعها التاني والخواتم والحلقان وكأنها فاترينة في محل جواهرجي. طب المنظر ده جايز يتعب واحد، يقول ما انا اتفرج على الفاترينة واخد منها حاجة.
ساعات الأغنياء الذين ليس لديهم رحمة بالفقراء يشجعون الفقراء على السرقة. ساعات الغنى الفاحش بيكون إثارة للفقراء المساكين. طب بلاش نخش في السرقة اللي هي سرقة يعني واضحة. يعني السرقة خطية مركبة، أول حاجة فيها أخذ مال الغير بدون وجه حق، وأيضا فيها عدم احترام لحقوق الغير، واعتداء على الآخرين، وأيضا الذي يسرق يدخل حراما إلى بيته وحراما إلى جيبه، ممكن هذا الحرام يضيع الحلال الذي عنده. كذلك نتائج هذه السرقة بالنسبة للآخرين، إذا مشي شيطان السرقة في طريق يقابله شيطان الكذب ويقول له خذني معك. خذني إيه؟ معك. يمشي مع بعض كده، يقول له ده أنا أحميك وأداريك وأقويك. شيطان السرقة بيمشي لوحده، له شياطين أخرى تساعده. وخطية مركبة، وكثير من الناس يظنون أنهم لا يسرقون وهم يسرقون. ده في أدباء يسرقون أفكار الآخرين، وزمان واحنا صغيرين كانوا بيدرسونا في الأدب العربي السرقات الأدبية. واحد ياخد بيت شعر وينسبه لنفسه، أو ياخد له شطرة ويحطها عنده، واحد ياخد قصة وينسبها لنفسه، واحد يسرق فكرة. ممكن السرقات الأدبية موجودة، وفي سرقات في بالنسبة للأجراء، يعني أجير عندك بتبخسه في حقوقه فبتسرق، أو ما تدوش علواته في وقتها فبتسرق، أو موظف عندك تحرمه من ترقية فبتسرق، أو بائع يرفع الأسعار بطريقة متعبة فبيسرق من الناس اللي بيسموهم التجار الجشعين، أو واحد يحتكر وظيفة أو صنعة فيفرض لها أجرة كبيرة جدا فبيسرق المنتفع من الصنعة. حرفة ما فيش منها كتير، يقول لك لا كده لا بلاش، تقول له طب خلاص وتخضع. قال هو لابد السرقة تلبس ملابس سرقة، ما أكثر الملابس التنكرية التي تلبسها الخطية، ما أكثر الملابس التنكرية التي تلبسها الخطية. ابحث نفسك، هل أنت خطاياك بتلبس ملابس تنكرية؟ هل خطاياك تعطيها اسما غير اسمها؟ هل القسوة اللي عندك تسميها حزما وتعطيها اسم فضيلة؟ هل الإباحية اللي عند البعض يسمونها فنا؟ ممكن
واحد رسام يرسم صور عريانة وبتتعب الناس، قول لهم ده فن، فن اهو اسم جميل يغطي الخطية فما بتبانش، حتى خطيته مش متغطية، يا ريت متغطية، لكن اسمها هو اللي متغطي، اسمها هو اللي متغطي. هل أنت تغطي خطاياك بأسماء أخرى؟ هل تغطي الكسل باسم الاستجمام والراحة؟ هل تغطي الخطية بأعذار، بأعذار بلاش بأسماء، بأعذار معينة أو بتبريرات معينة؟ كتير من الناس يبررون أنفسهم في ارتكاب أفظع الخطايا، يقول لك معذور غصب عنه، أصله وأصله وأصله. ما فيش حد بيكون يحب يبقى مكشوف أمام الناس. يا ريت في حياتك تبحث الأعذار التي تعتذر بها، وهل هي أعذار حقيقية ولا لا، وجايز أعذارك نوع من الكذب اللي ربنا عارف انه كذب، وتفتكر انه بيخيل على غيرك وما بيخيلش على ربنا. أعذار، والأعذار تؤدي الى الاستمرار، لأن طول ما انت بتعذر نفسك ما بتبطلش ماشي في نفس السكة. هناك خطية بالنسبة للأبرار الكويسين جايز البعض ما بيحسش بيها، وهي خطية عدم النمو الروحي. عدم النمو الروحي، مفروض ان الانسان في حياته يسعى سعيا متواصلا نحو الكمال، وينمو روحيا يوما بعد يوم. فعدم نموك الروحي بالنسبة للأبرار يسمونه خطية، ان واحد نمو الروحي وقف عند حد معين واصبح لا ينمو روحيا في المستقبل. حاول في حياتك الروحية انك تمشي صح. ثلاث حاجات تضعهم امامك، ثلاث حاجات تضعهم امامك في بداية العام الجديد. واحد، انك تترك السلبيات الخطايا اللي في حياتك. نمرة اتنين، تسلك ايجابيا في حياة الفضيلة. نمرة تلاتة، تنمو في روحياتك الى ان تصل الى الكمال النسبي او الكمال الممكن الذي تستطيعه. واعتبر عدم حصولك على الفضيلة خطية، وعدم نموك في الفضيلة خطية لكي تنمو في حياتك الروحية. لأنك أنت بتخطئ إلى نفسك إذا لم تعطي نفسك مجالها في النمو الروحي. ده أنت بتخطئ إلى نفسك إذا لم تعطي نفسك مجالها في النمو الثقافي وفي المعرفة وفي العلم. وأنت تخطئ إلى جسدك أيضا إذا لم تعطيه مجاله في الصحة السليمة. في أشياء كثيرة لابد أن احنا ندركها حتى نصل إلى حياة الكمال الممكن اللي نقدر نوصل إليه. أهي سنة ربنا بيديها لك، سنة جديدة نظيفة، صفحة بيضاء لا تكتب فيها إلا كل شيء نظيف وكويس ويشرفك أمام الله وأمام الناس. نكتفي بكده، تفضل نصلي.